بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتي في الله، معكم أخوكم واتجاني، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. أتمنى من الجميع الاشتراك في القناة على اليوتيوب. إخواني، يعني درس خفيف ظريف بالنسبة للناس التي أنتجت الحسون أو الكناري أو أي طائر وحاولوا يعني تحجيل هذه الفرخ، يعني حبوا يباقيوهم. كي باقاوهم يشوفهم بعد أنه الصبع الرولاني هذا شغل يرجع يشوف مع خوته هنا، يرجع لهنا. بزاف ناس اقسموا على المشكل، وحتى انا صرات لي في هذا المقنين وما انتبهت لاش، للاسف ما انتبهت لاش الى حد اليوم. وهو شحال ما يكبر، شحال ما الصبع يعني ما يقدرش يرجع لبلاصتو، كما يكون صغير يكون شحمه. لهذا نوريكم الطريقه ان شاء الله. اذا الصبع هذا الام تاعو يعني حاولت تنزع ولا باق ورجعت الاصبع الخلف لهنا مع الاصابع الاوليين هذو ثلاثه الاولى، واش ديروا اخواني في الله؟ تجيبوا سبارادرا تقصوا فقط القليل منها، فقط الصبع الرولاني هذا اللي راكم تشوفوه، ترجعوه للرول مليح، وتلفوا السبارادرا مع لا باغ كما بهذه الطريقه. ما سامحوني، ما عارف اذا راكم تشوفوه مليح لاني راني نصور، ومام كي كنت يعني ندير لها هاد العفسه ما قدرتش نصور للاسف. شوفوا اخواني في الله، هاد الاصبع الثلاثه يرجعوا لهنا، ترجعوا الصبع الرولاني للخلف، شغل تلصقوه شغل مع الباقه، وتدوروا بالسبارادرا. من بعد كي تحطوه راح تشوفوا ها الاصبع الاوليه راح ترجع للرول. ها شوفوا كم تشوفوا بهذه الطريقه ترجعوا الصبع. بالنسبه للسبارادرا تقلعوا لها من بعد يعني من 15 يوم حتى 20 يوم، وشحال ما طولوا مليح 20 يوم مليحه باذن الله، المفروض الصبع باذن الله يرجع لبلاصتو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.